الله حسن، انا لفيت عليك الكازين كله. الله مالك؟ لا هو انا حكي. انا رحت محلات بركات الركاز اللي قلت لي لحضرتك. ما علينا، لا ما علينا دلوقتي، انا في عندي خبر اهم من كده. هو الليله الاخبار بطاله قوي خالص، والالمان وصلوا على مين؟ يا خبر، وانا الليله بالذات لازم اسافر على جنوب افريقيا بالطياره. طب والمحل؟ ما انا جاي اكلمك عشان كده. هو تعال معايا، تعال معايا، تعال اطلع اطلع. لا يا فندم ما اسعفش. بقول لك اطلع. لا يا فندم انت هتعطلني. بقول لك اطلع اطلع. امضي هنا. على ايه يا فندم؟ انا بايع لك المحل مبايعة سورية ب20,000 جنيه. ليه يا فندم؟ وانا حكيت 20,000 مليم؟ يا سيدي المبلغ مش هيندفع دلوقتي. ولا بعدين؟ تقسيط هتجيب منين؟ افهمني، ايراد المحل تحجز منه 50 جنيه في الشهر لنفسك، والباقي توضعه باسمي في البنك رصيد اول باول. ايوه يا فندم. وبعد ما يبلغ رصيدي 20,000 جنيه المحل بتاعك. جالك فيه كتير، جالك فيه قليل، حلال عليك من نصيبك. حضرتك تتكلم جد؟ امضي امضي، انت لو كنتش طيب ابن حلال ما كانش ربنا يديلك. ايوه يا فندم. انت ابن حلال ويطمر فيك العيش يا حسن، انت ولد طيب. يا فندم بيطمر قوي قوي. بس في ناس ما يطمرش فيهم حاجه ابدا. امضي. اطلع يا علي.